سي تي سكان كاتس بسكورينج، فحص سهل وسريع. شو بتوقع المريض لما يجي على المستشفى عشان يعمل سي تي سكان؟ سي تي سكان كاتس بسكور احنا بنعمله عشان نشوف هل وجع الصدر جاي من شرايين القلب، بيبين عندنا بالضبط اذا في تخثرات، اذا في ترسبات للكالسيوم في شرايين القلب. الفحص بياخذ معك 5 دقائق، ثواني بياخذ الفحص هو نفسه، ولكن تحضير على ما تطلع وتدخل من الفحص حياخذ معك 5 دقائق 10 بالكثير. المريض ما راح ياخذ ابره، ما راح ياخذ يعني مش لازم يكون صايم، ما راح ياخذ ماده ملونه. وبعد الفحص تماما راح نقدر نعرف اذا وجع الانتحاس فيه جاي من شرايين القلب او من اسباب اخرى. احنا ما ننسى انه السبب الرئيسي للوفاه حول العالم هو الكارديوفاسكولار ديزيز، اللي هم امراض القلب والشرايين. بعد الفحص الصغير السريع ممكن تتم في هذا الموضوع وتخلصه وتعرف بالضبط شو اللي صاير معك.